مع بداية كل يوم جديد نحب نرسم التفاصيل الفرح في كل زاوية من يومي. يوم اللي نكون فيه واثقة من نفسي واختياراتي وين ما مشيت، عشان هيك ما فكرتش مرتين، ببساطة لأني اخترت مافي. اختاري مافي وما تفكريش مرتين. هذا البرنامج برعاية مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء عبر قناة سلام وكل منصاتها عبر التواصل الاجتماعي، وكل جمهورنا اللي حاضر معنا، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الوردة البيضاء.
برنامج الوردة البيضاء مساحة بيضاء لكل من في خاطره أو في داخله يبي يجي، يبي يعتذر من حد، يبي يشكر حد، يبي يقدم جميل ندار فيه، يبي يقول اللي داير فيه جميل بارك الله فيك، يقدر يتواصل معنا عبر الأرقام موجودة أمامكم 99 95، إنه يكتب حرف W ويكتب اسمه ولقبه، وبإذن الله حنكونوا معاه، وإن شاء الله نكونوا معاه وتكونوا معانا، وإن شاء الله نكونوا محضر خير. زي كل حلقة هنبدو حلقتنا بملخص ونرجع من جديد. في حلقة اليوم من برنامج الوردة البيضاء حنشوفوا قصة صلاح برقو حارس المرمى السابق لفريق نادي الأهلي وصديقه واصف الجيلاني، وشن سبب وجودهم معنا اليوم على استوديو الوردة البيضاء. يعني حواج صغار واصلين لباب الحوش، ضربة قادف يعني كبير، مش يعني مش ضربة رصاص، يعني حيط طايح. هو شجع في الأهلي، هو حارس الأهلي. أنا جمرة نار حمرة في اتحاد، الكلام هذا ما نقشوش فيه. وكنت شن أنا نبي يصير موضوع زي توه بصفة عامة هيك، مرة كبيرة في السن، ربي يطول في عمرها إن شاء الله. بعتت لي رسالة فيديو بسيط جدا، ممكن 4 ثواني ولا 5 ثواني، قلت لي نبو الضي يا صالح، ما سكرتش 12 ساعة لو هي عندها ضي. الرجال لما توعد تفعل، جابلنا الحياة وفضل الله سبحانه وتعالى، وكان أسباب إنه يبعث ناس زي فيكي ولي معك. بس أنت لما يجيك رسالة أو يجيك حد يخش لك على الخاص يقول لك الله يرحم والديك بجديات، تكفي هذه، تكفي. رجعنا لكم من جديد بعد ما شفنا الملخص، وباش ما نطولوش عليكم، خلي نستقبلوا مع بعض واصف الجيلاني. سيد واصف كيف حالك؟ الحمد لله. حال صحتك؟ الله يسلمك. تمام، هنستنا. الله ينسك. واصف جيلاني 40 سنة، من محبي السيارات الدفع الرباعي. صح. ولك في العمل التطوعي نصيب. اللهم لك الحمد. شو اخبارك؟ تمام والله. علي لي صوتك. تمام الحمد لله. شنو امورك؟ تمام كويس. هنستنا. الله يغنسك. منين جاينا؟ وين تسكن؟ نسكن هو الاصل شارع مزران. الفترة الأخيرة طبعا ممكن من لي 4 سنين 3 سنين في شارع الخلاطات، شارع الخلاطات تحديدا. كويس. اللي هو طريق المطار. طريق المطار. ايه طريق المطار. معناها من طرابلس جاينا. ايه بالضبط. ايه. باهي واصف متجوز. متجوز والحمد لله، عندي 4 صغار. ربك من علينا بزوز اولاد وزوز بنات والحمد لله. ابتسامة حلوة والله. ايه. ها؟ سعيد اليوم هذا معنا. سعيد. ايه كيف؟ باهي كويس، واحنا سعداء أكثر منك. كيف قدرت تتواصل فينا كذا؟ بعثت الرسالة و... بعثت الرسالة و... وردوا عليك الشباب. ايه قالوا لي ايه حصل. هي عجبتني الفكره، لكن بسم الله ما شاء الله يعني الاولاد المنسقين البرنامج كانوا عجبتهم الفكره، عجبتهم يعني. اقترحت لهم الموضوع، قلت لهم في 1 2 3 وشخصيه شخصيه حلو كذا. حلو حلو. إيه؟ انا اسمع قبل ما نخش الموضوع، انت جاي ساخن، انت بتخش الموضوع طول. خلي نشوفه مع بعضنا التقرير ونرجع مع بعض. تمام ان شاء الله. الشهره حاجه مش سهل الواحد يوصلها، ولا بالسهل يتخلى عليها، بس الغريب كيف يتم توظيفها لخدمة الناس وعمل الخير. صلاح من سكان منطقة طريق المطار المتضررة من الحرب، زيه زي غيره رجع لمنطقته ولقاها في أسوأ حال، لكنه موقفش يتفرج وقرر يستغل اسمه وسمعته في الوسط الرياضي لإحياء المنطقة من جديد وإرجاع الحياة لها بأي شكل كان دون كلل أو ملل. واصف الجيلاني صديق صلاح ومساعده اليوم مقدم دعوة باسمه وباسم كل من كان صلاح سبب في مساعدته لاستوديو الوردة البيضاء، حتى يشكره وكلهم يشكروه على كل جهده ووقته وتعبه معاهم طيلة الفترة الماضية يلي كانت فترة مؤثرة فعلا.
في خلال تقرير هيك من خلال تقرير شبحت في صورة انتشرت هلبة في على الفيسبوك وعلى منصات التواصل الاجتماعي. بالضبط. الصورة هذه ليك انت. هي لي انا طبعا، هي طبعا صدفة يعني، هي ما كانش يعني مجبورين بها، لكن هي صدفة اني انا يعني بنشكر واحد، لكن في نفس الوقت هي الصورة لي هذه. انت اللي مقعمز على الكرسي. انا اللي مقعمز على الكرسي. كيف كانت قصتها هي؟ هذه قصتها بعد رجوعنا بالحرب طبعا. تعرف الحرب. كيف رجوعكم من الحرب؟ من الحرب اللي صارت الأخيرة. رجوعكم للحياشكم. لحياشنا طبعا تفقدوا فيهم، ما شفناش حياشنا قريب عام ونفس هيك حاجه زي هذه او عام واربع شهور. لما مشينا في اللي من حوشه منظر، شوفي لي حوشه نزل المره. بالخص طبعا احنا نعرف ان منطقه هذه الخلطات يقولوا منطقه شو بنقول كرفر. كرفر مسكينه من هنا ومن هنا من يعني هي لنا علاش، هي مكانها اصلا مختصر اختصار يعني الشارع طريق المطار لليرموك يعني مقابلين بعض، يعني لو ابعد شويه يعني في المشروع بيتلخبطوا بشارع هو مختصر فاهمين. فاحنا قعدنا يعني مثلث برمودا هذا قعدنا فيه يعني من جميع الجهات. فقصه الصوره ان بعد ما روحت للحوش طبعا انصدمت يعني حق يعني حوشي. انت طلعت منها حوشك؟ طلعت منها هو الحرب 4/4، انا ممكن طلعت بعدها ب 10 ايام. معناه نقول احنا 14 او 15 14 13 هيك. خليت المنطقة ما فيها شيء، خليتها المنطقة ما فيهاش في ضرب طبعا. حكيت كدمار كدمار ما فيها شيء. لا ما فيها شيء، لكن النار تقرب منا خلاص. طلعنا بالنسبة لي يعني خليت كل شيء، كل شيء بمعنى الكلمة، شيء أخطر من حوائج مش حوائج لا بالنسبة لنا ساكو طبعا، هذا ديما واتي ساكو هذا معروف هو اللي محطوط في أول دار. ايه والله يعني جنب الباب هذا والله ديما واتي. ايه لكن الاول طبعا من الشنطه اللي فيها مستنداتنا الرسميه، الجواز وما ادراك كل شيء الشنطه، لكن الباقي ما طلعت شيء يعني نهائيا. علاش؟ كنت مستعجل. تبي تعرف علاش؟ ايه ما كنتش متوقع ان الحرب تكون شرسه للدرجه هذه، أو طويلة مثلا، طويلة أو شرسة أو نحسبها فيه شوية حنا عرفها إيه؟ با؟ نحسبهاش إنه يعني بالحق. صح الله عندك حق. إيه يعني زي في حرب قبلها صارت إحنا طبعا معروفة اللي هي قبلها بثمانية شهور، فيها شوية حن. هذه إيه فيها شوية حن، هذه لا، هذه كانت شرسة، ونصر الله سبحانه وتعالى إنه يحنن القلوب على بعض بأمانة يعني. يا رب العالمين. وأنا قلتها يعني إذا كان غير تتسهل الأمور والله على قلبي زي العسل، ما عنديش مشكلة. كيف تتسهل؟ يقولوا خيين مرة ثانية يقعمزوا مع بعض ونفوتوا واحد كلمة قعمزوا لدرجة يقولوا خيين خلاص انتهى، ما في شرق غرب إن شاء الله يا جنوب يعني تقدر تقول عينا 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 عينا. أنا برأيي أنت برأيك هذاك برأيي عينا. لا خلاص وصلنا 10 سنين راه 10 سنين يعني رقم رقم كبير. الجزائر صارت فيها يعني حاجات وحروب وتقطيع روس وكذا، شوفها اليوم هذه في 10 سنين أصبحت دولة. احنا اللي عندنا قاعدين يعني نحاولوا ان شاء ربي يصفي نحاولوا نتحاوروا وان شاء الله تمشي الأمور بإذن الله. طلعت أنت والصغار؟ طلعت أنا والصغار. إيه طلعت ومشيت على حالي. الجيران طلعوا كلهم طلعوا، مكان ما فيش بصارة باه؟ ايه مش حرب. ومشيت؟ مشيت لشارع مزران، رجعت شارع مزران باه؟ شقة غادي دان سباتي يعطوها لي، قعدت فيها فاضية بارك الله فيهم صراحة بارك الله فيهم. قعدت فيها ولا جبت رجعت ونرجعك الصورة مرة ثانية. ايه ما بنرجعوا لها الصورة احنا. بعدين انت انا قعدت فيها قداش قعدت انت برا حوشك؟ عام ونص بالضبط. ما تندريش شن صاير، ما اتصلش بيك حد قال لك شن صاير ولا حد قال. انا تعمدت الحاق ما تبيش تسمع، تعمدت اني مش نشوف هالشقه حتى يعني تصير صارت هدنه صارت كذا. قلت اني ما ندريش مرات الحرب تم بعد سنه مرات سنتين، انا قلت نقعد ناكل في بعضي بعد ما نشوفها نقعد ناكل في بعضي مده سنه ثانيه. صغيرتي وعوالتك كويسين. ايه قلت انا خلاص ما عادش ما بيش نشوفها يوم تكمل حرب تمشي نشوفها. الفكره اني ما بيش متضايق من نفكر انا قاعد
طالع منها ومشيت لها وخنبوها كلها ومكسره ومضروبه. لا ما بيش نشوفها. كملت الحرب. كملت الحرب. مشيت. احكي لي على اليوم اللي مشيت فيه. بامانه اللهم لك الحمد، يعني كنت منكم من اولين جدا 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 اللي خشوا، يعني بدايه الحي بتاعي اعتقد ان اول واحد خشيت بطريقه ما بهم عارف، وطبعا الغام موضوع خطر جدا عرفت. خشيت للشقه وكانوا معي اصدقاء من الدرجه الاولى، يعني الحلقه الاولى بتاعي اللي يهمهم امري مشوا معي من باب. علاش قلت الدرجه الاولى؟ في ناس ما بتش تمشي معاه. لا، في ناس اللي يسموها الدرجه الاولى اللي هم يجوك من غير انت ما يحسوا بيك عرفت. حسيت كيك زي اللي قلت الدرجه الاولى كان فيها رساله لحد ما باش يمشي معاك او خدلك. لا مثلاً. ما فيش لا لا, آه لا. بامانه اللهم لك الحمد، يعني أيوة. الناس تعرفني يعني ما كويس معي كلكم، لكن في ناس تشعر بيك. باه حلو. مشيت وخشيت كان خطر. باه بدات لما نتكلم على اليوم الاول واليوم الثاني من الحرب واليوم الثالث. لا خطر جدا جدا جدا، مفيش مني جازف. مشي معي صديق بارك الله فيه اسمه حمزه الهوني الله يحفظه ان شاء الله، مشي معي طارق السعداوي، ومشي معي ولاد اسمه رضوان، مشينا في سياره اسعاف خلينا نتكلموا عادي باش خشينا تبع جهه معينه حتى مو جهه معينه بارك الله فيهم هادم. خشينا وركبنا وكان معي ولاد مصور طبعا راح اسمه موهوب 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 جدا جدا. هو كان يصور في هالبلقطات طلعوا في في السوشيال ميديا، هو بتصويره هو لكن هو صديقي مش على خاطر اني انا واصف ماشي لحوش. فنحن ماشيين في الداخل في التصوير للدبابات المضروبه لين وصلنا لحوشنا. حوشينا خشيت شقه هي ولا حوش؟ شقه في عماره قصدي عماره كبيره، عمارة ثلاثة دوار. لا على ستة شقق نقول واحدة. طبعا من حسن حظي الوحيدة انضربت. الشقة الوحيدة اللي انضربت. لا حول ولا قوة. في يعني ضربات هيك لكن الوحيدة اللي فيها يعني حاجة واضحة. انضربت من قدام ومن تالي. خشيت أو ما خشيت طبعا أنت بتركز. بدأت موضوع الإلغام، كان كنا عندنا هاجز منه. مش أي حاجة تقيمها، مش أي حاجة تحركها. لكن لما خشيت بأمانة نسيت كل شيء. كدرت عرفت كيف تكدرت؟ قلت هذا حوشي يعلم الله عرفت. هذه من الطبقة العادية، الطبقة الإنسان عادي يعني طلب قوت يومنا عادي يعني عرقنا وديما نستبشر خير. لما خشيت أول حاجة اللي صدمتني الهول كيف الحوش مخنوب وكيف مقلوب على بعضه، يعني حوايج صغار واصلين باب الحوش من داخل بك كله برا، يعني تقدر تقول خنبت هلبة مرات. أول ما فت الممر الصغير الأول وتفت على اليمين نشوف في بهر ضي جايتني. بهر ضي هذا شنو؟ قدمت خطوات هيك شفت الدار الصغار طايحة. يعني دار الصغار تو كان جت في دار النوم، جت من الجنب حتى في السقف، لكن دار الصغار طبعا انت تعرف الصغار شنو يعني للوالدين، وديما تحب تقدم لهم احسن حاجه ودواليبهم والعابهم جهه دواليبهم وجهه العابهم وكرييلهم اسرهم تاعهم. تتفكر دولابها وانت شريتها لا نحطوها من هنا لا نجيبها هكي لا البساطه هو يطلع اللون هكي لا نحطوا صورة خديجة من هنا لندق. لما انت تخش توقف قدام الدار الشريطة واقف يمر عليك كلها وضربة قادف يعني كبير، مش يعني مش ضربة رصاص يعني الحيط طايح. الحق يعني أثر فيك نفسيا، يعني تحس ب موش انزعاج، تحس بإحباط لدرجة السكوت. يعني حتى الأولاد معلش هيكي ربي يصبرك هيكي كذا ساكت. أنا فكرت الصغار
ايه اثرت فيها دار الصغار اثرت فيها جدا. الصغار شوفوها كان القصر نتاعهم هي القصر نتاعهم او بالذات احنا بالذات احنا عفوا قصة كلامك احنا عكستنا في دار الصغار صحيح يعني انا وزوجتي مع الصغار في دارهم عرفت مع ان عندنا عندنا دار قاميز وعندنا لكن هيك احنا ديما في دار الصغار دار قاميز هذيك خليها اللي هي فت لا احنا ديما في دار الصغار دارنا ديما يعني معنا يعني هي دار الصغار ديما في مديره في النادير هيك الدنيا اللي الرايجه ديما في دار الصغار يعني ايه اثرت فيها لكن كنت متفائل جدا ان كل شيء بيولي واحسن هذيك اللحظه خدالك الصوره هو خدات كرسي وقعمز بعدها ممكن 3 ايام الصوره هي مش في نفس اليوم لا بعد 3 ايام ما درت شيء طلعت حتى الباب ما سكرتهاش طلعت بعدها بثلاث ايام ولد عمتي ايمن تركي وصاحبي ابو بكر تاجوري ولوا معي طبعا انت تتكلم عليه حوسه غير طبيعيه غير طبيعيه غير طبيعيه ولوا الجيران حتى هم كلهم ولوا طبعا الخطوه الاولى ما اسمهاش ولوا الجيران ولوا الرجاله يديروا فرش لحياشهم اللي بتلويح اللي بكذا يبوا يزبطوا شن صاير شن كذا وطبعا بده يطلعوا في بضاعتهم ويطلعوا في دنيتهم خايفين من الخنبه انا ما طلعت شيء ومشت الامور كملنا الحوسه الاولى وخشينا في الحوسه الثانيه اللي هي التنظيم وردان كل شيء في مكانه التلويح كذا كان في يوم يعني فيه تعب هلبة اللي فيه وفيه الصورة هي اللي هو كنا ننضمه في دار النوم أصلا من غير الحوايج ومن غير حاجات الخاصة متاع المرأة أنا حتى ذهب ما طلعت عشاء إيه على هيك رعشة الحرب لأن كنت بنطع ونولي تسكرت اليوم اللي طالع فيه صارت مأساة يا أخوي أشرف بمعنى الكلمة عندك فيها هذاك الوقت كانت عندي لاندروفر لاندروفر لونها خضراء لاندروفر عالية شوية يعني احنا ديسكفري عالية شوية دفع رباعي بحكم انك انت من محبي السيارات محبين دفع رباعي محبين لاندروفر خاصة مش الناس تعرف لاندروفر سيارة لاندروفر هي عالية وعجلها اعراض شوية والعجلة التلانية كنت مديلها بكفر صاعقة بحكم حياة طبيعية كانت كان السيارة العسكرية حسبها اللي صار معي زوجتي وصغاري انا ما طلعتش انا بالسيارة هيك اول ما وصلت متلت يعني قريب متلت من العماره يعني مسافه لا تذكر بتاع دقيقتين بالضبط اول ما طلعت خشم السياره اصلا انا فيهم في الوسط يمين ويسار يردوا على بعض انا اخذت يمين وليت اول شارع على اليمين من جديد والضرب ضيع علي انا مباشره خليت السياره وهربت طبعا هذه الحروب وهذا المخلفات الحروب وهذه الاشياء اللي دائما يعاني منها المواطن البسيط نتيجة الحروب كويس نرجع للصورة شو قصتها الصورة دي الصورة زي ما حكيت لك بعد ما رجعنا وخشينا للحوش وشفنا الصدمة وشفنا الخسائر وقدر الله ما شاء فعل لكن هي جت بعد مجهود خدمة في الحوش الداخل يعني بعد ما انضمينا الحوش والشباب تعبوا وعبينا في شكاير وطلعنا ونركب وننزل نركب وننزل يعني هذيك تقدر تقول درست حطيت الكرسي وقعدت نتأمل جمال الصورة وين كان في جمالها ماشي الحال لكن في حزن وفيها أمل وفيها الشخص هدايا مقعمز في شقته هذه الشراب عرقه عرق جبينه دار صغيرته بالضبط اللي عاش فيها اجمل ايام عمره وان شاء الله تعيش اجمل منها حتى تقدر تقول حوشك اكيد ما شيء عرفتها رغم الدمار رغم كذا والحرب والتاثير النفسي اللي صار لكن سعيد هذيك اللحظه يعني متكدر لكن المهم اني وصلت ما كنتش عندي استعداد قوي لها ماديا هذيك اللحظه يعني حوش صيانه كامله كل شيء لكن اللي نقصد اني فرحان تو حاليا فصلت حوشي جتني في هذه بس نشوفها جتني في هذه وزواق وكذا واتات ورجعوا الجيران
خير من اللي متسحمره واحده اللي زي اللي شفتهم، خير من الارواح اللي راحت. ايه لما نمشي بالسياره نسوق وشد الدومان ونسوق نتفرج يمين ويسار هيك يعني لا شيء قدام اللي صار. وكيف قدرتوا، معلش سامحني بالكلمه، كيف قدرتوا تلموا روحكم هيك انت وين تحط رجلك ايش بدنا لا تلقاها با يعني حتى انت شخصيا تمشي المكان حيطلعوا لك ناس، بدنا انت وين نيتك تلقى الناس زيك. صحيح ربي يسخر لك يسخر لك. ايه سخرنا اخونا منير اخونا فلان اخونا كذا ويطيحوا ناس ويركبوا ناس. طبعا كيف صار ترى؟ طبعا هي قصه بدت من صفحه، عندنا صفحه في الخلطات اسمها سكان الخلطات وطريق المطار و أسستها هذه في أمتى؟ أسستها أختنا اسمها الأخت خيرية ربي يذكرها بالخير حتى هي. خيرية هذه المجهولة لا؟ مجهولة. حتى هو هذه قصة خيرية إن أسس صفحة وهي اللي قائمة بالشغل هذا من خلال الصفحة نقول. خلال يعني الصفحة. وما تعرفوهاش؟ والله ما نعرفها. خيرية. والله ما أعرفها ما أعرفهاش. هو اسمها فيها من الخير. إيه خيرية وأنا حق شخصي لا نيه لا غير ما نعرفهاش لكن تحس عندها ما تعطي. عندها ما تعطي. احكي لي قلبها علي منطقة. علي الصفحه كيف تاسست وكيف التاسيس؟ انا ما هيش فيها التاسيس لان هي قديمه الصفحه. خشيت لا قديمه الصفحه لكن انا خشيت في ادمن بعد من الحركات الاولى خشيت ادمن. قالوك انت نبوك ادمن. اي انت يعني من دامك انت احنا نقول بالدرايف الانجليزي في المحرك كون معنا قريب فينا. اي صحيح. ايه طلبت لي قلت لي بالله عليك كذا كذا ما فيش مشكله ما تعبيش علي هلبة بس اقبل هذا لا ضيف هذا ما ما لكن بدنا نزودك اول باول. شو كان يعني نشاطها الصفحه؟ طبعا هي كانت صفحه عاديه بحكم ان هي في شارع خلطات وانا الاول كنت يعني عضو فيها عادي اقرا اخبر كذا صفحه عاديه وبعدين الصفحه اثبتت وجودها في الحروب كمجموعه هي كان فيها معناها مجموعه هي ايه مجموعه هي اثبتت في الحروب في الحروب مش صفحه مجموعه معلش هي تطلع كلمه صفحه مش عارف هي مجموعه المجموعة هي اسمها شارع الخلطات كانت شني توجه في الناس طبعا انت تعرف الناس في بداية الحرب ونهاية الحرب الناس تخش ناس تطلع بدأت في بداية الحرب اللي بيشوف حوشة اللي بيطلع حاجة اللي نسي حاجة صوروا لها في اللي صور لها في اللي كده هي بدورها شو تدير بدورها هي توجه في الناس لا ما تخشوش من غادي رو هذه في ضرب لا بره من جهة الياقوتة بناء على بناء عليه معلومات معلومات تجي المصادر اللي عندها المصادر اللي هم السكان اللي يقدروا يتزورقوا توانا نقدر نتكلم عن المثلث متاعي اللي يقدر نوصل له نقولها مثلا لا ما عادش تخلي الناس يخشوا من غادي وصاير ضرب هلبة كان في حد بيخش مثلا يخش من الحياة البرية قاعدين موصل لحد غادي طريقة طويلة وتلقوا بالو معوش خشوا من يمين بره هيك فهمت بره كملوا طول فكانت توجه فينا الصفحة بطريقة يعني سليمة ما فيها مخاطر لكن يلا خير من بلاش خير متهد بروحه المجموعة طبعا كان من ضمن نشاطاتها أو أنتم كونتم من خلالها شيء اسمه العمل التطوعي عمل تطوعي إيه إيه با كيف توكلنا على الله تنادينا أنا وفلان 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 بدايتها مشينا وتلاقينا كان ديما نتلاقوا قدام الجامعة الهجرة في البداية المجهود اللي ندار بيقل قصدي كفلوس مش هذاك الرقم يعني لا شيء وكان صيف نذكر فيه صيف والله بالضبط شهر 7 اتحركنا رسمي نار من الصبح باش نجيبوا دنابر طراطور يقيم يحول دنبر اللي هو اي عارف الدنبر ايه بالضبط باش يحول طبعا معي شخص يتواصل كان مع المجلس البلدي بوسليم مجلس بلدي بوسليم يحرك في لشركة خدمات العامة يسمع في الكلام حلو حلو في 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 تعاون في تعاون بمانة كويس والله العظيم في تعاون ديما في حرق دم حاجة عادية هي تعطيلة عادية أيوة لكن في الأخير لكن الحقيقة والأساس موجود الحمد لله يجوا ويمشوا ونرفعوا ونديروا طبعا كنا من 3 إلى 5 انفار يكتروا ينقصوا ومتواجدين معهم ونوجهوا فيهم وحاولوا من هنا وديروا من هنا بعدين اصبحنا في امور تبي فلوس يعني نجيبوا في الناس بالبراويط وبالبراويط والبالات وكل شيء باش يحولوا بالصخر هو طراطوري بيقيم لك وخلاص لكن يمين ويسار والتراب اللي قاعد في النص هذا كله بيخدم يعني وصلت الدرجه قلت لاولاد اسمه منير قلت له تعرف ما عادش فاهم شنو قلت له بالله عليك منير انت طالع جيب لي صندوق بلاستيك
صندوق بلاستيك يعني حافظه. ايه بقى فتحناه من فوق، وشخصيا انا وقفت على في الاربع شوارع. الله انت خاش ولا حط لي وين ماشي ليه؟ من انا بقدم لك حياه حاليا ليه؟ لكن ما عنديش انا تحتي 5 جنيه اجني زوجني اعطيني باش نخلص بس. وكيف كانت التجاوب او التفاعل من الناس؟ في تفاعل، مثلا يخطموا لك 10 3 يحطوا، 7 كأنك انت مش واقف، لكن 3 بسم الله ما شاء الله يحطوا 30 يحطوا 40 في اللي يحط 10 ويمشي يجيب ميه مسقعه ما تعرفهاش ويحط ويده ويقيم في ايديه في نسوي قسم بالله يعني هي حاجات هي الحلوه في المواضيع. وقدرنا نخلصه وما قادر ما قعدش علينا دين لا شيء، خلصنا وجبناهم وكل شيء تمام. كويس واصف. احنا باش نكملوا الحكايه مع الطرف الاخر يكون تمام. انت طلبت انك انت تكون موجودة معنا. طبعا انا طلبت نجيب مين استدعيت اليوم؟ طلبت نجيب صلاح. من صلاح؟ صلاح برقو. به انت طلبت تدعي صلاح برقو، علاش؟ علاش صلاح برقو؟ طبعا انا مش نبدأ معك واضح، انا ما قلتش نستدعي الفريق كله، فصلاح برقو الواجهة يعني على الهرم. صلاح برقو راه رجال طبعا بحكم احنا في استوديو ما بديش نجيب كذا، لكن هو الواجهه بتاعهم. صلاح برقو قدم ومازال يقدم من قبل ما نخش استوديو. مسكان المنطقه هو، مسكان المنطقه هاي تعرفوا بعضكم من قبل؟ لا هو شجع في الاهلي، هو حارس الاهلي. انا شجع في اتحاد صلاح اللي كان حارس الاهلي، كان حارس الاهلي. ايه هو حارس الاهلي. ايه طبعا الموضوع هذا ما اختلفوش فيه. أنا اتحاد موت ما هي الموضوع. شوف أنت في الملعب ممكن كذا وبه يعرف صراحة أنا واصف خير. جمرة نار حمرة في اتحاد الكلام هذا ما نقشوش فيه. الموضوع هو ولد كويس وما شاء الله الحق. ريت أنت لما تعطيني دير لي تقول لي مثلا يا واصف نبيك تدير وتدير وتدير، مرات أنا ما كملكش كل مهامك. أشرف تطلب مني حاجة. كيف عرفتها؟ كيف عرفتها؟ عرفتها من خلطات نفسها. كانت المجلس البلدي دار موعد واجتماع للناس، فجت الناس كلها يبوا يفهموا الضي ما فيش بصارة الضي ما فيش. ايه والمنطقة معبية خراب، فهمت؟ خراب يعني بالأساس تبي بالعربي يبي جيمان وصخ هلبة يعني كل ضربة جاية لحول. شوف كم بومشي ناس ما غير رد الدمار في المحطات الكهرباء. بالنسبة للكهرباء تقدر تقول مش موجود اصلا. ما هو كان موجود ولا معدوم؟ لا احنا خلطات اختلفوا على مكاننا تاني. احنا ما عندناش كهرباء، احنا تخش لي دار غرفة تلقاها فاضية. كيف ما تسنيش هو مشت الفصل هذا ما فيش لا خيوط لا بلوات لا 30,000 لا 11,000 لا 50,000 لا نص ميجا لا كل انقام. مهناش يا اخوي اشرف مهناش. بح. كيف تعرفت على صلاح في اجتماع؟ طبعا هو لما جاء كصلاح برقو نعرفه، كصلاح برقو حارس الاهلي كان جاي سمير عبود نعرفنيش هو، لكن اكيد بنعرفه من بعيد. ايه صح. اللي صار كلام مجلس البلدي كان واقعي، يعني انا قداش بنتواصل مع واحد نبي ندير مجلس بلدي بوسليم. ايه يديروا لنا مندوب ديما احنا ما عندناش امل، تعرف ديما ما عندناش امل. لكن كان الجماعه رشحوا صلاح وقبل التحدي. كيف يعني هو يكون المندوب على المنطقه؟ من رشحه؟ اهالي المنطقه. ايه اهالي المنطقه والمجلس يعني هو ما كانش معهم، لكن خلاص انت يا صلاح كحلقه توصل بينها. حلقه توصل توكل على الله. طبعا انا شفتوا الشغل مع بعضكم بحكم ما انا عندي خطوه قبله. ايه سابقه بخطوه، لكن انجازي درت انا شعره في بحر قدام اداره هو. الله الله عليك. كلام واقع. بارك الله فيك. ايه حقيقه. ف أنا ممكن أقدم لك اليوم أقدم لك غضوة بعد غضوة، لكن بعدين عندي حوش وعندي صغار وعندي خدمة وعندي مواعيد. أنا جبت الراجل هو خلى كل شيء. إيه خلى كل شيء. أو ما نعرفش كيف منسق. باش ترجع الحياة للمنطقة. جاب لنا الحياة من بعيد. الله الله الله، تحية لي فيه. يشكر الناس ويشكر الله بأمانة يعني. قصدي مرات صابره وقاعد يقعد في استوديو ويتكلم وكاميرا لكن انا نشوفها لازم. انت بين خوتك واهلك ويتفرجوا عليك اهلك وناسك اللي يفتخروا باي
مواطن ليبي قاعد يقدم في أبسط الأشياء، في أبسط الأشياء في أصعب الظروف. وانت بارك الله فيك، انت زي ما قلت انت بالضبط من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لا يشكر الله. يعني بارك الله فيك، جبنا حاولت لنين قدمنا حاجة حلوة، لازم يريت وغيري وغيري وغيري. يعني تخيل منطقة قاحلة جرداء من أي حياة، خش اليوم هذه كاكوشة تخدم وهذاك الغذاء يخدم والقهوة تخدم والحياة، ورجعت الحياة. منين بتجيك الحياة؟ منين بتجيك الحياة؟ بجلود المجهولين من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى اللي يجعل لك سببا صحيح في البشر. صحيح. يعني حتى مرة كتبت عليه قلت رجال لما توعد تفعل، عندي الكلمة هذه، رجال لما توعد تفعل تفعل. نطلع فاصل وخلونا محضر خير. مع بداية كل يوم جديد نحب نرسم التفاصيل الفرح في كل زاوية من يومي. يوم اللي نكون فيه واثقة من نفسي واختياراتي وين ما مشيت، عشان هيك ما فكرتش مرتين، ببساطة لأني اخترت مافي. اختاري مافي وما تفكريش مرتين. Thank you.
هذا البرنامج برعاية رجعناكم بعد الفاصل، وآخر كلمة قلناها رجال لما توعد تفعل. فريق العمل تواصل مع صلاح برقو اللي الحمد لله موجود معنا اليوم في البرنامج ولبى الدعوة. وخلي نرحمه مع بعض بصلاح برقو. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ اشرف، شن حالك؟ كيف حالك استاذ صلاح؟ شو الامور؟ شو اخبارك؟ شو الاخبار بهي؟ ما شاء الله. الله يبارك فيك. وين يا اخوي صلاح برقو الحارس العملاق اللي الله يبارك فيك ان شاء الله. ها؟ استحجت الكرة هلبة بشوي. شو اخبارك؟ والله تمام ان شاء الله. كويس الحمد لله. انستنا. الله يانسك. اكيد تو اليوم جماهير الاهلي مشتاقين اللي شفت صلاح برقو شافوك. طبعا صلاح انت اختفيت في لحظة نتيجة اصابة صح؟ من 2012. كيف صارت ترى؟ إصابة خارج خارج الكرة. خارج الكرة بصفة عامة. يا سيدي والحمد لله شفناك اليوم بصحتك. بارك فيك إن شاء الله. وجه ناير هدايا. بارك الله فيك. ابتسامة الباهية هي. شو أخبارك؟ تمام والله يستاهل. فريق العمل أو فريق الإعداد لبرنامج الوردة البيضاء استدعاك. تعرف انت برنامج الوردة البيضاء لحل بعض المشاكل بعض الخلافات وغيرها، فاكيد انت في بالك مش عارف مني مستدعيك. لا والله ما عندكش في مشاكل طبعا. الراس وكوره وواحد لا الحمد لله زعما ما عندكش مشكله قديمه مع حد؟ ما نتوقعش اني عندي مشكله مع حد. ما فيش حد اعطاك بطاقه حمراء اجرت جرته حاجه؟ ما فيش. لا هي في المواضيع الكرة هذه تصير تصير لا تصير هو كل إنسان دائما عنده بعض الأخطاء وبعض الأشياء ممكن تصير منه بدون قصد. عفوية فما أنت ما تتذكرش أن عندك؟ والله ربما أني غلطت في حد أو أنه صار موقف بيني وبين حد، لكن ما يحضرنيش الموقف توا بصفة عامة. يعني كيف عايش حياتك؟ كيف بعيد عن الكرة؟ خلاص أنت سيبت الكرة وخشيت في حياة أخرى، كيف عايش حياتك العامة؟ حالياً متجوز أنت؟ متجوز. عندك صغار؟ عندي زوز ولدات وزوز بنيات ولد. ما شاء الله. نبوا أساميهم كل حاجة. بابا قال اسمي وليد والكبيرة أصغر من وليد جنى وجومانا. ما شاء الله الله يبارك. إن شاء الله ربي يبارك لك فيهم. الله يبارك. إن شاء الله تفرح بهم. هاي فكرني بالك عندك مشكلة مع حد؟ تصير لنا كلنا. لا تصير إيه لكن إن عندي مشكلة مع حد وقايمة لعن توا صفيتها كلها. كان مشاكلك لو صفيتها. لا أصلا ما عنديش مشاكل مع حد أشرف. الحمد لله. مرات مداير خير في حد ريحاتك هذه؟ لا حتى لو مداير حاجة لحد ما يعلم بها حد إلا الشخص نفسه. قصدي باهي يا سيدي احنا ما بوش نطول عليك، خلي نشوفوا شكون اللي مستدعيك ونكملوا باقي قصتنا. هاي عليك الابتسام وصف. ها خونا وصف. قصدي شو مشكلتك مع وصف؟ وصف الحق حتى ما عرفتي بيه ما ليهاش هلبة. لكن جديات ان راجل خلوق
بمعنى كلامنا احنا نقولوا فيه تحطه على الجرح يبرى. بكيف شنو يا واصف؟ اه شو جاي تحكي لنا واصف؟ جاي اليوم طالبك. هو الراجل تراعش فيه حرام عليك. تقول لك في مشكلة ولا حاجة؟ لا واصف قصدي صريحة يعني. انت شفت واصف بصراحة قول. هو يعرف قصدي. لا انت توه بعد ما قلنا لك شكون وقت شفت واصف صريح. والله نقول لك حاجة يا شريف، حتى لو كانت هي مشكلة بيني وبين شخص أخطأ واصف واستدعاني مثلا لحل مشكلة ولا لحاجة، جديات يريحك الشيء هو. لأن مثلا أنت كنت مداير حاجة وأنت ما تندريش عليها، أو أنت ضريت شخص وأنت ما تندريش عليها، صحيح فايت عليك. فهو لما يوقضك بها على الأقل تستريح أنت. حلو. لما تتلاقى معه الشخص وتحل الإشكالية اللي بينك وبينها بجديات تستريح. شوف نقول لك شنو حكاية أخوي واصف. شوف يا صلاح، واصف جاي قال أنا نبي نشوف صلاح برقو، لأنه كان على رأس هرم من الشباب المجهولين، الشباب اللي قدموا شيء ما قدم حد لمنطقة الخلاطات. قال الراجل هدايا يستحق ان احنا نكرموه، يستحق ان احنا نشكروه، يستحق ان احنا نقولوا فيه كل خير. بارك الله فيه. بجد راجل قال على قد ما نقوله شوية فيه، وقال لي قال جاب الحياة للمنطقة. كانت في لحظة فقدت الشيء هذا. موضوع ما قصدي ما كنتش ان انا يعرف هو وصف، ما كنتش ان انا نبي يصير موضوع زي توا هيك بصفة عامة هيك. ان شيء درته لله، انا ما درتش لنفسي او لحاجة. واحد ربك فتح عليه الطريق قدام ناسه وقدام جيرانه وقدام مهله. لا لا لا، انت احنا في برنامجنا احنا نحاولوا دائما، المفروض كلنا، ومش في البرنامج بس، حتى في بيوتنا، اظهار الجانب الجميل في مجتمعنا الليبي، نوروا ان ما زال في ناس تحب ليبيا، في شباب قاعده تقدم في 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 جهدها من وقتها، من وقت عولتهم من صغيرتهم، من اجل بلادهم، من اجل الاخرين. تو انت ناس ما تعرفكش، يعرفوك لاعب كوره، لكن في لحظة ممكن الناس عرفت اليوم أن صلاح قاعد يقوم هو والشباب اللي معاه بمجهودات ما قامتش بها حتى دولة. وانت بتكون نموذج كويس الناس تهتدي به. بالعكس انت حتكون راهو كيف تجينا البرنامج ويشكروك الشباب ويشكروك الناس، انت حتعطي حافز للآخرين هم يقدموا. والله هي الفكرة لما بدأت بجروب، وبإذن الله مستمرة قصدي، وبارك الله فيهم. الناس كلها وقفت أبداهم بوصف. بقى أنت مسامحنا قبل كل شيء، أنك لا. أنت مسامحنا اليوم أنك أنت كنت معنا، وفريق الأعداد بعد الموضوع قلت لهم كان شكرا كده ما نبيش. لكن لقيت نفسك في الله لا في الامر الواقع. لا مسامح. بالعكس احنا احنا سعيدين بشوفتك. بوكش تزعل منا؟ لا 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 ولا ما فيها زعل. ولا تزعل من واصف؟ لا ما فيها زعل. واصف هو موقف صاير لنا اليوم، ومو كان مؤلم جدا يعرفه واصف. شنو في اليوم ان شاء الله خير؟ طبعا اليوم فقدنا واحد من الابطال نتاع رجال الكهرباء اللي وقفوا مع منطقه الخلاطات بصفه عامه. لا اله الا الله. سبب انه هو مس كهربائي في المنطقة غديكاي، قعد راقد في العناية لفترة، واليوم الصبح توفى. قدموا له التعازي لأهله ولذويه. موقف اللي فيه حياة توا، ربي صبرنا عليه، إن شاء الله ربك تقبله برحمته. أخونا عبد الروف الصيد. وفي المدة الفات كم شخص كل مرة نسمع بواحد من الأخوة؟ أخونا
ابو بكر الرمالي الحمد لله طلع من المستشفى وبسلام كهرباء حتى هو مس كهربائي. والله احنا نظلموا فيهم مرات، احنا ما بنبوش نبوا نفصلوا بين كيف الواحد يتكلم على شركة كهرباء ومع احترامي، احنا ما بنبوش نتكلموا في اشياء، لكن نبوا نحيوا تحية لرجال الكهرباء اللي قايمين بواجبهم صراحة ونشوفوا فيهم. والله بجديات الناس هي على ما تشكرها ما توفيش ما توفيهاش بحقها. الله الله الناس اللي تخدم في الميدان بجديات. صحيح والله العظيم أنا عشت معهم فترة وواصفة معنا، قصدي ناس تطلع الصبح الساعة 8 من حوشها يعني مربي إنها هي تروح ولا لا، لعند 12 في الليل وال11 في الليل وهم يخدموا بجديات. شكر كبير ليهم، حطوهم فوق روسنا، بارك الله قاموا فيه. بواجب في أصعب الظروف، في أصعب الظروف وبيقل إمكانيات. وصف أشهر جبنا لك صلاح. والله حبيت قسم بالله أني نشكرك بارك الله فيك. أنت قدمت وما زلت تقدم ولليوم قاعد تقدم، وآمس ونامس كنا مع بعضنا وعارفين شو بيصير بإذن الله في المستقبل إن شاء الله، كان ربي يسخرنا إن شاء الله يا رب. بنقولك بارك الله فيك، يعني قلت هالهم أنا جابلنا الحياة وفضل الله سبحانه وتعالى، وكان أسباب إنه يبعث ناس زيك هكي ولي معك. وانت طبعا أنا حتى قلت لأستاذ أشرف ما نقدرش أنا نسمي كل الأسامي، يعني نبدو بالليدر يعني هو متكفل باللي وراه يعني. انت بارك الله فيك، وأي حد مد يد العون معك، وزي ما تشوف مازال الناس تقدم ومازال الناس تعطي ومازال في من يعطي وفي من زال يقول نبي نكون معك. شهادة لله جبتك باش نشكر قدام الناس ونقول لك انت قدمت ومازال ان شاء الله، يعني كل فخر. وطبعا بتسامحنا عليها اللقطة. لا مسامحك. ايوه شهادة نعتز بها يا واصف هادي، بارك الله فيك. ايه وانت زي ما قلت ممكن ما عرفتنا قلتها لهم يعني من الاول، ممكن لها بداية شهورة يعني ثلاثة شهور ما نعرفك صلاح برق وحارس الاهلي هذا نعرفه، هذا لغو برا عليه معنى قراءه تيحة معني نتي حاد مو ما فيش تصارع لكن الراجل وهم يحط صبعه يشلع ضي. الله الله اللهم لك الحمد الحمد لله. وشوف كم عيلة وكم كذا يشكروا فيك بارك الله فيك. تحية اللي يكون من وقف معنا طبعا، للجروب اللي معي ما نكذبش عليك وقفوا بجديات وخدموا بجديات. تقدر تسميهم مدام ناس خيرة وناس قاعد تقدم، سمي احنا معاك ونحيوهم من خلال طبعا صلاح. كانوا معي ولازالوا معي جروب يعرفهم واصف، احنا كلجنة سيبوا كل شيء واتجهوا جهة الخلاطات وبجديات خدموا خدمة زي مني اسماء ربيع الفرجاني، محمد الرعبوب، طلال الحاسي وسند خوه سند الحاسي بجديات خدموا بجديات مع فرق الصيانة في شركة الكهرباء اللي بجديات تهم عليه ما نشكر فيهم راو. وإحنا أيضا حيوهم خلال برنامجنا. في جروب تاني لعند هذه اللحظة حتى هو يخدم، من بيناتهم محمد مبيا، محمد البوزيدي بجديات عائلة واحدة يخدموا، حسسوا المنطقة إن فيها ناس بجديات تبي تخدمها تبي تعطيها، والحمد لله مستمرين في الشغل وفي الخدمة لين ربك يوفقنا وترجع الحياة زي ما كانت قبل إن شاء الله. شوف أنت من سكان المنطقة، من سكان المنطقة وتضررت من خلال اللي صار هذه الحرب اللي صارت، كيف طلعتوا بالفكرة هي فكرة العمل التطوعي، وأنت بحكم أنك أنت عندك جمهورك وعندك ناس وعند ناس تعرفك ولاعب سابق بالأهلي، ممكن حتى الموضوع هذا ساعدك ولا هو؟ والله يشرف
تعليق قريته أنا في الصفحة في واحدة من المنشورات على موضوع الحياة في الخلاطات كانت معدومة. تواصلت مع عميد البلدية أستاذ عبد الرحمن اللي بجديات قدم له شكر كبير وقف معنا. بلدية بوسليم وقف معنا وتواصل مع الجهات المختصة، شركة الكهرباء، شركة الخدمات العامة اللي بجديات قاموا بواجبهم وأكثر. مع أن في بعض المناطق اللي ما وصلهاش الضي لعن توا، وبجديات نتأسف أن لعن توا قاعد ما وصلهاش ضي لقلة الإمكانيات، بس على حسب الكلام من بدت تتوفر المواد الفترة هذه، وبدنا نداعي ربك بصواعد رجال الكهرباء يوصلهم إن شاء الله الكهرباء. إن شاء الله. أنت من خلال المجموعة، أنتم على ما أظن بدأتوا شغلكم من خلال المجموعة اللي كونتوها هذه في على الفيسبوك، وكونتها الأخت المجهولة خيرية. خيرية تعرفهاش حتى أنت؟ ولا ما نعرف، نعرف إنها هي آدمن صفحة، ما كان أول تواصل بيني وبينها يوم أذكر فيه لتوى يوم 26/8 2020 معناها تو مليهاش ممكن 4 شهور، شهر 8 يعني فات يوم 26/8 بالضبط كان التواصل بيني وبينها. طبعا أنا حتى الصفحة نتابع فيها كنت متابعة، بس ما كانش في بالك انك انت تكون في يوم اليمات رجل ليك ما خشيت بكلمة واحدة قلت لها قصدي الموضوع اللي صاير في الخلاطات بإذن الله حترجع زي ما قبله، والحمد لله ربك وفقنا. شو كتبت لها؟ قلت لها بإذن الله المنطقة حترجع زي قبل وربك وفقنا الحمد لله وبدنا نخدمه. بقى كيف ديت ترى؟ أول شيء بديت عن طريق عميد بلدية بوسليم الأستاذ عبد الرحمن الحامدي، توصلت أنا وياه واجتمعت أنا وياه، بدينا بشركة الخدمات العامة، تواصل هو مع شركة الخدمات العامة وانطلقوا في الخدمة بتاعهم في منطقة الخلاطات، بدوا ينظفوا، وبعد شركة الخدمات العامة تواصلنا مع باش مهندس عبد الله حمودة اللي جديات نشكره حتى هو شكر كبير انه وقف مع المنطقة وكلف لجنة من بينهم عبد الرزاق الككلي وباش مهندس مصطفى ساسي ونادر المشاي باش مهندس ونيس اللي سهروا بجديات على احياء هذه المنطقة من ناحية الكهرباء، اللي قدموا مجهود بجديات فوق التصور. قصدي عليه ما الأشخاص هما عليه من عليه تقول عليهم كيف يكون في ترابط وفي ناس ما تعرفش بعض يتلاقوا على فعل خير. كانت عيلة يفرق فينا النوم بس. أيوة هذه هي الصداقة. والله كانت عيلة يفرق فينا بجديات، يفرق فينا النوم بس. قصدي واحد يجيك السيب في الدنيا كلها، يجيك الساعة 8 الصبح يروح منك 12 في الليل. تشتغل انت؟ انا اشتغل. سيبت شغلك ولا كيف درت؟ والله طبعا اخذت اجازة من الشغل ونخدم طبعا اداري في نادي بوسليم، استدنت منهم لفترة معينة وانطلقت. كويس. طبعا انت اداري في منتخب المحليين. اداري في منتخب المحليين ان شاء الله. ان شاء الله في نتائج ان شاء الله باذن الله. نقول ان شاء الله نتائج زي الخلاطات بالضبط. رجعوا الحياه في الكره الليبيه توفيق من عند الله ان شاء الله. انت لقيت نفسك مسؤول لدرجه ان مسؤول، قصدي في الموضوع، موضوع التطوعي، لدرجه ان الناس بدات تراسل فيك على الفيس بتاعك، وفريق الاعداد قالوا لي ان في اليوم بالذات شافوا فيديو وصلك اثر فيك هلبة، ونحاولوا كيف ناخذوا الفيديو هدايا. الفيديو شنو يقول؟ احكي لنا ترى.
أما الفيديو مرأة كبيرة في السن، ربي يطول في عمرها إن شاء الله ويخليها تعيش في بروسنا. معني والله ما نعرفها، بعتت لي رسالة فيديو بسيط جدا، ممكن 4 ثواني ولا 5 ثواني، بعتها في كلام لين كلمة لين أنت ما تقدرش حتى ما نقدرش حتى. قلت لك بالله عليك، قلت لي نبو الضي يا صالح، نبو الضي يا صالح، قصدي بجدية، تحس ان هذه مسؤولية في رقبتك، بجديات، مرأة كبيرة، مرأة كبيرة في السن وتوصل للمرحلة هذه، حول على قوتها، ما فيش كيف توصف الشيء. انت مرات فاقد الشيء لا يعطيه، يعطي. مرات انت في امور، بس بجديات لما رجال الكهرباء لما يقول لك في وطنيين، انا لما جاني الفيديو كنت مقعمز معهم اليوم، لا هو الفيديو ما جانيش اليوم، جماعه شافوا اليوم عندنا فريق الاعداد، لا نحكي على جماعه في شركه الكهرباء المهندسين، مقعمزين. لما وصلني الفيديو قلت لهم تفرجوا معي شوفوا شن صاير، شن داروا بالله عليك. بجديات شكر كبير لهم، ما سكرتش 12 ساعة إلا وهي عندها ضي، مشت لها الله الله، ما سكرتش 12 ساعة إلا وهي عندها ضي. بجديات نشكر الناس هي اللي سيبت مكاتبها ودنيتها واهن انطلقت لمكان العمل ووصلوا لها ضي، وبارك الله فيه. جديات عندنا، ما زال عندنا ناس تحب البلاد هلبة هلبة الحمد بالشوار. لله. وهذا الشيء، هذا الشيء اللي احنا نبو نتباهوا به، راهو ليبيا ما زال فيها شباب وطنيين يحبوا بلادهم، يحبوا الخير، يحبوا ان هم يزرعوا الشيء اللي احنا حنلقوه قدامنا. الشباب هما في لحظه قلنا ان ليبيا خلاص ما فيش حد يحبها، لكن هذا الشيء يزرع فينا الامل بصراحه. المواضيع هي مواقفه، هي مواقف هي اللي تبين لك، هي اللي تبين لك. يا واصف، نعم اخوي واصف، اليوم انت فتحت موضوع وراه جميل جدا، موضوع وراه محتاجين احنا نفتحوه. طبعا جيناش فتحناه في مكتبه وفي ندوه، لا فتحناه بالواقع. انت حكيت على واقع عايشينها معاكم ناس وجيران في الحي او في منطقه، وصلاح واحد من الناس الشباب الجهود المجهولين اللي قاعدين يقدموا في اذا وعدوا افعلوا، بجديات اذا وعدوا فعلوا، زي ما قلت فعلا هذه كلمه بكري قالها، قال صلاح اعطاك اذا وعدوا فعلوا، وفعلا هو هو والشباب والناس اللي كانوا في الموعد. اقل حاجه نقوله احنا ابسط موقف، موقف المراه الكبيره في السن، اليوم جيت انت وقلت لنا نبي نقعمز، نبي نحكي على صلاح، تو صلاح قدامك وتقدر تحكي لنا وتحكي له وتقول له اللي في خاطرك كله واللي وصوك عليه الشباب كلهم، وش ما زال تبوا تقدموا باكر نسمع فيه. قلت له ان شاء الله باكر كلمتني خاطر موضوع ان شاء الله باذن الله يصير منه. طبعا احنا كل شيء نستبشر به خير، لكن ديما نتفائلوا، في نتفائلوا من حاجات تصير منها وفي حاجات ما تصيرش منها، فخلينا قاعدين متفائلين يعني. ما قدرش يعني، في امور هيك لازم تمشي بالطريقه هذه. ما بمعنى كلام واصف انك ما تقدرش تقول مثلا بندير ومازال انا نعتد بالماده اللي فيدي كويس. ما انت تو عندك 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 منبر، مرات تبي توصل صوتك لاي جهه معينه، لاي مهما احنا ما نبوش ان ما تنخشوا في شبدير، حتى الناس اللي تبي تعاونكم، انتوا قاعدين معناها مش قدموا في مواضيع الكهرباء بس، انتوا قاعدين تقدموا في 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 عمل تطوعي في عده اشياء، مزبوط ولا طبعا تساعدوا في الناس، في اللي ما عندهاش بطاطين، في اللي ما عندهاش دفايه، في اللي ما عندهاش على حسب ياكل، ما على حسب الامكانيات اللي حسب الامكانيات اللي بيجيبوها لكم الناس. ايوه فاحنا الناس ممكن توا يعرفوكم ويعرفوا ان الناس هي امينه وايدي امينه وبيعطوكم الشيء، والشيء هذا عارفين انه هو بيوصل للناس المحتاجه، وهذا مش في خلاطات بس نبوه، هذا نبو كل منطقة
الله غالب هي الظروف هي ال هي بجديات. المفروض في كل منطقة تكون في لجنة بالكيفية هذه يعطوا فيها ثقة تخدم لصالح المنطقة. صحيح. ما تخدمش لصالح حاجة تانية قصدي. لا لصالح المواطن. أيوة المواطن البسيط. أيوة. الناس يعطوا فيها ثقة ما نقعدش أنا الراجي معلش سامحني في شو بيجيبونا شو بيعطونا الدولة كذا. لا وفي ناس وفي ناس راي تبي تعطي. فيه. تبي تقدم وأنتم ممكن قابلتوها. لا قابلنا ناس بجديات ووقفوا معنا والله يبارك فيها بجديات ما قصروش معنا والحمد لله. لا الحمد لله بديتوا من السفر ولقيتوا الحمد لله الناس واقفه في اللي يقدم في وقت ان شاء الله يجي يوقف في جنبي يقيم بالا هذاك دار بارك الله فيه اللي قدر يدير احنا كل واحد وحسب امكانياته ومجهوداته مدايرينها شنو عندك قدم شنو عندك صحيح مجهود بتقول مثلا كذا اللي تقدر عليه انت حسب امكانياتك انت ما فيش حد يجبر عليك شيء معين الخدمه لما تبدا خدمه سلسه يصير منها ونيه صافيه ايوه لكن بالتسلط وبالواحد لا دير ودير دير مش حتنجح الخدمه صلاح انت اسمك في الكوره كده نفعك واستفدت منه وفي ناس تعرفك صلاح برقو نعرف كذا الاهلي ايه خلاص انت كيف راجل معروف تفضل ما دامك انت جيت مزبوط ولا فهل المفروض الرياضي او الاعلامي او غيره من الناس المعروفه او نخص احنا موضوع الرياضه بحكم انك انت رياضي المفروض حتى هم نشوفوهم في المواضيع هذه شيء اكيد كل واحد منطقته مثلا نقوله احنا شيء اكيد المفروض الانسان اللي عنده بصيص امل يعرفوه الناس المفروض هو اللي يكون حلقه التواصل بالاخص انتم نقولوا احنا اولاد الشعب الشعب أيوة. الليبي الناس البسطاء لاعب الكره يحبوه الشعب وعنده جمهور وعنده ناسه احنا ما نبوش نخصوا الاهلي ولا الاتحاد ولا كلهم انديتنا وكل هذه نعتزوا بها وكلنا نفرح بها وكل واحد العمل هو ما فيش هذا البلاد ما فيش مسميات ايوه في قدامك بلاد بتخدمها اللهم بارك ما تبيش تخدم ايوه خليني جامز ما ترهنيش ايوه باهي يا واصف ايوه اشوف دورة نجيك دورة جيني ايه واصف ما خذيت حصتي من بكري لا ما زال لا حتى ابتسامتك باهية يا شو تبي تحكي لي لاخونا صلاح اخونا صلاح انا زي ما تكلمت من بكري وقلت ان عارف ان الراجل يخدم وعارفه قاعد يعطي ومازال باذن الله يعطي ومش عليه مش كلام الا لو كان في قوه قاهره طبعا لكن الراجل عنده ما يدير حلو وعنده فراسه فيه يعني وانا بصراحه يعني من يوم يمكن نحب الراجل لما يتكلم يفعل وتكون شخصيه اقل تاثير في المشاكل يعني ما يحبش المشاكل شغل خدمه فعل هوادي فعل ايه فعل في فعل موجود وباذن الله احنا حنكون سند ليه على زي ما قال لك هو على حسب الامكانيات اللي موجوده عندنا ما خلاكش تحن تشجع الاهلي لا 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 هذا الموضوع مفروغ منه هذا الموضوع صعب جدا شيء لا 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 انا قاعد في الوسطيه انا يا اخوي اشوف انا قاعد في الوسطيه اوه جماعه الوسطيه ايه معناها تفرجش على المباراه انت انا ايوه نعطي بظهري يعرفها هذيك ظبطهم ان شاء ربي يحفظكم ان شاء الله بارك الله فيك يا واصف نعم انت بتوا اكيد ما زال المنطقه قاعد ما كملتش اثار الحرب فيها فهمت عليك مازال ما فتحتوش طرق ولا شنو صاير معك وين وصلتوا بالنسبه للطرق اللهم لك الحمد يعني هذا الموضوع تم من شهر 8 يعني تكلمت على السواتر وعلى كذا كل هذا تميناه في شهر 8 المشكله وين توا المشكلة في حاجتين طبعا نبدأ بها عن مدى نستغل الموقف الا التغطية التغطية ايه التغطية من شركة البيانة والمدار هنا نناشدوا الاخوة في شركة يعطونا حقنا
لا هو والله يعني هيعطوكم على حسب امكانياته. ايه ان شاء الله بالله. ما نكذبش عليك هي افضل، لكن قدام بقيه المناطق نعتبره احنا يعني هي فيها ابراج انضربت. اي طبعا هو كل شيء انضرب، ما فيش حاجه ما انضربتش، كل شيء. بالنسبه لشركه المدار اللي بيانا هم طبعا مش نقول لك، نكون معك صريح، هم بارك الله فيهم لازم نقولها له، لكن يا ريت يزيدونا يعني في بارك الله فيه. من ناحيه شني معلش ان هم بدات شركه المدار، يعني مش كون معك واضح، شركه المدار دارت مجهود في المنطقه على اساس ان هي توصل لدرجه معينه من الجوده، لكن مازال معلم دايرين مجهودهم. اي طبعا احنا معتمدين على النت استاذ اشرف. ما تكلموش مكالمة تليفون عادي ما يشدش. ايه يعني بالنسبة للفورجي يعني شبه صعبة معدوم. زي شبكة المدار زي شبكة لبيانا صعبة. لا لبيانا ما شبه مهناش. ما واحد شبه مهناش. واحد من الأسباب هذه إن في محطة أحد محطات التقوية في المنطقة غادي كاي مرحلة الكهرباء قاعد ما وصلش للمكان اللي فيه المحطة. لغدي البطاريات متاع البرج. لغدي في البطاريات متاع البرج. مع أن هم والله يبارك الله فيهم شركة المدار مدايرين مجهودهم. مولد غدي كاي يغدوا فيها كل 6 ساعات. مع هذا ما زال التغطية تعبانة. كويس. وشنو الثاني يا واصف؟ وبالنسبة للأمور الكهرباء يعني بمعنى يعني أخونا صلاح برج وهو أدرى بهلبة مني، يعني هو في الكرة في ملعبه بأمانة يعني. غير دقيقة شنت كرة ملعبه علي جايب نشرة و... جاي أنا بيحصل عليك يا صاحبي. لا بأمانة يعني هو اللي يعرف شنو اللي ناقص، هو اللي يعرف اللي كذا. مع أنه بأمانة يعني أنا ما قدرش نتكلم على شركة الكهرباء من مجهود شفته بعيني من الشباب اللي قاعدين في من الشارع اللي يخدم. من الشباب اللي يخدموا في شركة الكهرباء. أيوة. طبعا أنا واحد من الناس زمان طبعا. أيوة. كان صاير لي تدمر من شركة الكهرباء، يعني شركة الكهرباء دي ما متعفلق منها من هروب الضيق بالضبط. لكن هذا لكن موضوع يختلف. الموضوع لما بدي على الأرض وبديت قريب منهم ونشوف فيهم طريقة الخدمة متاعهم، يعني في جنود متاعهم هادم اللي هم الناس اللي تخدم على الأرض، ما كنتش نحسب ان هم تعبين للدرجة هذه، ومقابل ماذا؟ شن ياخذ شيء، شن عنده، شن يعطوا فيه، يعني والله حالهم يرتى لها يعني كموعد في الخدمة. وزي ما قال لك كلمته حقيقية، راه مش كلام وخلاص انه يقولك يجي 8 ويروح 12. لا والله يجي 8 ويروح 12. حضرت انا طبعا قريب 3 أحياء كنت موجود فيهم وقت ولعوا. طبعا اخونا صلاح ما تتكلمش عليه، هذا هو الهرم السلطة في يعني بسم الله ما شاء الله، يعني كلهم واقف فيهم. لكن اللي حضرتهم انا يعني نفس الشخص اللي شفته في الصباح ل 12 في الليل ولا 11 هو نفسه قاعد يخدم، يعني تعب غير عادي. الحمد لله يا واصف. نعم انا بنسالك سؤال. تفضل. السؤال هذا ممكن جاكم هلبة وقالوا لكم هلبة، في اللي جاك قال لك تو هذا اللي تديروا فيه شو بتحصلوا منه؟ هذا احنا شو بنحصله؟ والله ما محصلين حاجه الا راح لوجه الله سبحانه وتعالى ورحمة الوالدين. ورحمة الوالدين. وبالنسبة لي أنا قدام صلاح يعني الشيء اللي داره أنا راه شعره في بحره. صلاح ما فيش حد قالك شنو اللي شو بتحصل منه اللي يدير فيه بصراحة؟ لا مانا والله السؤال هذا ما في حد سأله لي. بس أنت لما يجيك رسالة أو يجيك حد يخش لك على الخاص يقول لك الله يرحم والديك الجديات، تكفي هذه. تكفي هي. تروح طايف الليل للحوش لكن يعني فرحان. لكن فرحان مستريح. ويجوك هذك الصغيرة يا بابا وين كنت يا بابا. ومرات تروح متكدر ان حد يبعت لك رسالة يقول لك والله ما وصلني يدي. صغيرتك نبي نقول لهم كلمة لصغار صلاح ولزملاء صلاح وصغار واصف وللناس، هي أباءكم أبطال، أبهاتكم أبطال، أبهاتكم قاعدين يسجلوا في تاريخ مش بالبندقة أو تاريخ بالفلوس، لا قاعدين يقدموا في شيء باش تعيشوا أنتم كويس، باش أنتم القدام تنسوا اللي احنا ممكن عشنا فيه، باش أنتم تعيشوش اللي عشنا احنا فيه. بارك الله فيكم يا أخوي صلاح
وبارك الله فيك خوي واصف. خوي واصف شنو تبي تقولي صلاح في اخر الحلقه هنا؟ خلاص بروحوا مع بعض ويسامحني، قصدي جبت هيك يعني هو حساب الموضوع شيء وطلع شيء ثاني. بارك الله فيك. ايه احنا قدرنا نتحايل عليه، بس انا عندي شكر لناس بالله نبي نقولها هيك. تفضل. جديات نبي نشكر نادي ابو سليم جديات اللي دعمني. بارك الله فيهم. تحيه لنادي ابو سليم. جديات دعموني ووقفوا معي. بارك الله فيهم والله. بارك الله فيهم. بشكل غريب بشكل كبير الحق. بارك الله فيهم. وهذا هذه المواقف هي اللي توريك راه. شو بتقول لنا في نهاية الحلقة؟ بارك الله فيكم على الاستضافة هذه. نشكر خونا واصف، نشكرك انت اخويا اشرف. جديات اشرف ما ذاك الموقف اللي حطيت فيه جديات متلخبط ها؟ كانك ريجولي تو ها؟ والله ريجولي قهوة من اللحظة هاي. فالنقطة جديات باك كويس. اخوي واصف جيت اليوم باش تقول لنا في رجل من ضمن الرجال اللي قدموا واللي من واجبنا ان احنا نجوا نشكروهم، اخونا صلاح بارك الله فيه لبى الدعوه وكان في الموعد. وفعلا انت كرجل من الرجال هذا عرفتنا برجل نعتز به ويعتز به كل مواطن ليبي. نقدر نوقفه اخوي صلاح، ما اظنش الموضوع ان هذا الستار، طبعا هذا قانون البرنامج، لكن الستار اكيد حيفتح باذن الله تلاقوا من جديد، وان شاء الله باذن الله تكونوا يد واحده، وان شاء الله كل من يشوف فيكم تكونوا عبره للشباب وعبره لكل منطقه باش يوقفوا لها ابنائها. وهذا الشيء اللي نتمنوه، وهذا الشيء اللي نبوه يكبر باش ابناء المناطق هذه يوقفوا البلاد، وان شاء الله نشوفها في اعلى المراتب يا رب. ان شاء الله يا رب. افتحوا لنا الستار، مش حنسالك. تفضل اخوي صلاح، تفضل اخوي واصف. ايه ان شاء الله هنا. تقدر تسلموا على بعض. الله الله، تعال هنا يا واصف. انا غادي. ايه تعال هنا يا واصف. طبعا كانت حلقه حلوه اليوم مع اخونا واصف اللي دار مقلب. ها؟ بان يكون معنا المقلب هذا كان جميل جدا انك انت موجود معنا. وعارفين عارف انت هو لو قلنا له في برنامج زي ده مش حيجي ولا لا؟ مش حيجي. ها؟ لا مش حيجي. لا انا بنقول له ورده البيضه واشرف وستار مش حيجي. ايوه لا مش حيجي. نقول ان شاء الله كنت ممنون اليوم، وان شاء الله كنت مرتاح معنا. الحمد لله. احنا سعداء جدا انك انت كنت موجود معنا، ونكررها مره واثنين وثلاثه وبكل فخر. انتم شباب نعتزوا بهم، ناس نفتخروا بهم، وإن شاء الله دائما نشوفوا هالنموج الجميل هدايا في كل منطقة وفي بلادنا بالكامل. بارك الله فيكم اللي كنتوا معنا. مشكور خوي واصف، مشكور جدا. شكرا سيد صلاح، شكرا لكم. تفضلوا سامحونا. شكرا سيد. كانت حلقة حلوة، كانت حلقة شيقة، كانت مع إنسان جاي يشكر في إنسان على عمل قايمين فيه مع بعضهم قايمين به، بس قال اللي قدم فيه صلاح أنا ما قدمش فيه شعرة منه. فهذا الشيء اللي نبوه كل وقت يتنافسوا من أجل الخير، شكون يدير خير أكثر. هذا اللي نبوه وهذا اللي نتمنوه. بارك الله فيكم على المتابعة، وإن شاء الله دائما تكونوا موجودين معنا، وإن شاء الله نكونوا محضر خير.
بداية كل يوم جديد نحب نرسم التفاصيل الفرح في كل زاوية من يومي. يوم اللي نكون فيه واثقة من نفسي واختياراتي وين ما مشيت، عشان هيكي ما فكرتش مرتين، ببساطة لأني اخترت مافي. اختاري مافي وما تفكريش مرتين. هذا البرنامج برعاية